أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذب الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا. وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا. صدق الله العظيم. Selanjutnya kami akan undang peserta dengan nomor tampil 109 membacakan surah Al-Furqan dimulai dari ayat 20.